حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. اعتبر خبراء اقتصاديون أن القرار الاقتصادي في العراق غير مستقل، مشيرين إلى أن مشكلة الاقتصاد العراقي سياسية. هذا وراء الخبراء أن نافذة بيع العملات الأجنبية في البنك المركزي العراقي فيها ثغرات تسمح بتهريب الدولار، مشيرين إلى أن مشكلة سعر صرف الدينار العراقي ليست تقنية وإنما هي سياسية اقتصادية. قالت رابطة الدفاع عن القطاع النفطي في البصرة إن إغلاق 100 محطة وقود أهلية في المحافظة بقرار حكومي تسبب بأزمة فيها. وقال رئيس الرابطة فلاح الحمداني إن هناك قرارا من شركات توزيع المنتجات الوطنية بفرض غرامات على محطات الوقود وصلت إلى 500 مليون دينار، حيث أمهل القرار يوما واحدا لدفع الغرامات، لافتا إلى أن الإغلاق سيضر المواطن بالدرجة الأولى. وأشار الحمداني إلى أن شركة أهلية شبه وهمية ليس لها مقر ووضعت برنامجا رقابيا إلكترونيا فيه أخطاء يسمح بدخول المركبة للتزود بالوقود بعد التقاط صورة لها، لكنه وبعد 3 أيام يقول إن هذه الصورة غير صحيحة. أعلنت مديرية زراعة محافظة بابل عن توقف 582 مشروع دواجن في المحافظة بسبب استمرار الاستيراد وغياب الدعم الحكومي. قالت المديرية إن الاستيراد من الخارج تسبب بضرر كبير في قطاع الدواجن وتربيتها. كشفت المديرية أن هناك 800 حقل عاملة وإنتاجها يغطي نسبة 75% من حاجة السوق الفعلية، إلا أن استمرار الاستيراد وغياب الدعم الحكومي والمادي سيلحق الضرر أيضا في الحقول المتبقية. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا لتصل إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا لتصل إلى 75 دولارا و84 سنتا للبرميل الواحد، بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة. هبط سعر عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع بالتوازي مع استمرار الأسهم في اتجاهها الهبوطي. وانخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 1.9% اليوم لتصل إلى 16,277 دولارا، وهو أدنى مستوى للبيتكوين منذ 29 من شهر تشرين الثاني الماضي. كما انخفضت قيمة عملة إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.1% لتبلغ أدنى مستوى لها منذ 28 من شهر تشرين الثاني، ووصلت العملات المشفرة إلى مستويات قياسية أواخر العام الماضي، لكنها تعرضت للانخفاض خلال العام الحالي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى صرف أو إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.